أيه. إذا أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي على أوفياء، أينما كنتم نرحب بكم مجددا من قلب مدينة فاس. كنعتذروا على هذا اللايف اللي كنديروه من الطوموبيل، للأسف اللي درجة الحرارة اللي كاينة مرتفعة اللي واصلة كتوصل حتى 47 درجة في مدينة فاس 48. كنستضفوا معكم من خلال هذه الحلقة منسق المرشدين السياحيين غير نظاميين هنا في مدينة فاس، بعد الضجة اللي وقعت ديال حرمان مجموعة من المرشدين غير نظاميين من الرخص ديال مزاولة هذا العمل بشكل نظامي بطبيعة الحال، وخرجوا مجموعة من المرشدين غير نظاميين كيتحدثوا وداروا وقفة احتجاجية. أنا غنشوفوا الرأي ديال المنسق سي خالد ديال المرشدين السياحيين غير النظاميين بمدينة فاس. سي خالد مرحبا بك معنا على قناة. الله يبارك فيك. نعم سيدي، مرحبا بكم وتنشكركم على هذا الدعم ديالكم وعلى هذه الالتفاتة ديالكم. نعم سيدي شكرا. سي خالد شنو كتقول يعني شفتي الآن الضجة اللي وقعت بخصوص حرمان مجموعة من الشباب ممارسة يعني العمل ديالهم بشكل نظامي كمرشدين سياحيين نظاميين، دوزوا الامتحان وقعت ضجة، كاين اللي كيتحدث لأن الرخصة تعطات للناس اللي ما يستحقوش، كاين اللي كيتحدث بأنه يستحق ذاك الرخصة وما عطاوهالوش، علاش؟ مجموعة من علامات استفهام تطرح. نعم. أنت شنو الرأي ديالك كمنسق ديال هاد المرشدين غير النظاميين؟ نعم السيدي، أول حاجة بعد الشكر ديالكم هادي تنشكر وعاود واحد الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب برئاسة السي بوسته الحاج بوسته ورئيس القطاع ديال هاد المرشدين غير النظاميين بمدينة مراكش السي الشرقاوي. نعم. لأنه هما اللي كانوا عطاونا الميدلة في 2018 وأطرونا واحد التأطير ديال مدة 5 سنوات باش بأن نكون ولاد الحوار، نكون ولاد الإنسان اللي تيمشي له واحد الحق تياخذه قانوني. نعم. وبالحوار من طرف المؤسسات وهادي باش تيوصل الإنسان للهدف ديالو. نعم. ماشي تأثرنا بأن باش غنكونوا فوضويين أو تنحرضوا أو نعقلوا المؤسسات ديال الدولة الإدارات أو ندخلوا للمدينة نهرسوا الاقتصاد المدينة ديال فاس، لا حاشا. أنا مع الحق يتأخذ ولكن بطريقة قانونية وبطريقة سلمية وبطريقة حوارية كتأثرنا. وحنا للأسف بعد الناس ما تينتميوش لينا، هما مرشدين دبل راسهم ولكن ما كانوش ينتميوش تحت الميدلة ديالنا. ومن بعد وقع الامتحان وقع واحد التشنجات، كل واحد كي تيقول تيلاغي بالغاه. فهمتي؟ انا كمنسق وعندي الصلاحيه هنايا، عندي الورقه ديالي قانوني وهادي، تنستنكر هاد الشيء لان احنا ولاد الحوار وهادي. انا واخا جا فيا الفاس جوج خطرات 2018 و2023 ما عيطوليش في السيستيم اخا الرقم ديالي، وللاسف ما عيط انت كمنسق ما عيطوليش وهكاك وغادي في طريق الحوار، لان عندنا شرفاء في مدينة فاس، هذا على مدينة فاس وحنا في المغرب كله عندنا الشرفاء. مدينة فاس عندنا السي والي جهات فاس مكناس رجل طيب وخالق وتيشتغل ليل ونهار. نعم. وعندنا السي والي الامن حتى هو كوف وعنده قدرة باش يشوف الرؤية ديال الشباب. نعم. وديال الساكنة وهذه، حنا مع الحوار وتنعودها ديما مع الحوار، حنا ضد اي حاجة تتخرج على الاطار القانوني. نعم. وهاد الناس انا اللي تنقوموا بشي اعمال غير لائقة انا تنتبرأ منهم كمنسق. نعم. هادي هي الرسالة اللي بغيت نوصل، وانا مظلوم. نعم. وناس هما عندي اصدقاء مناضلين هما مظلومين وساكتين لحد الان. نعم. علاش يقول لك حنا نمشيو في طريق الحوار؟ حنا تأثرنا على الحوار وعلى الديمقراطية والقانون. نعم. حنا ماشي ضد الفوضى. حنا تأثر لربما النقاش. نعم. سي خالد شفنا مجموعة من الشباب اللي يعني عندهم مؤهلات، عندهم كفاءات، كيتحدثوا باللغات، عندهم معرفة لربما كبروا في الدومين ديال الإرشاد السياحي بطريقة غير نظامية، كيتحدثوا على مجموعة من ماشي مضايقات غنفتح لربما القوس ونشدوا. رجال الامن راه كيديروا الدور ديالهم لانهم لربما باش يقنوا العمليه وتكون بطريقه قانونيه، ولكن هما كيعتبروها يعني عايشين مرعوبين، عايشين بطريقه غير نظاميه. كيقول لك حنا مشينا ندوزنا واحد الامتحان باش لاننا نوليو قانونيين ونظاميين. واش انت كتتضامن مع هاد الشباب بصفتك كمنسق ديالهم ديال المرشدين السياحيين غير نظاميين؟ شنو هو الراي ديالك؟ انا استاذ باش نوضح لك
الفكره انا قبل ما ناخذ هذا التكليف ديال منسق، انا مرشد غيني ضامي مده تفوق عن 30 سنه ما فوق، وهذا رقم ما نعطيه لكش، انا يدخل من باب الرصيف وخرج على باب ابي الجنود، الساكنه، التجار، كل شيء. يقول لك هذا السيد الا ما كانش يتجاوز هذه المهنه مده تفوق على 30 سنه، انا ما خصني لا رخصه ما خصني والو. انا شنو تنطلب؟ انا تنقول للمناضلين والناس اللي ماشي مناضلين ودوزوا امتحان، لان اي حاجه اي مباراه فيها خاسر ورابح. نعم. حنا تقصوا اصدقاء ديالنا ودازوا اصدقاء عاود. نعم. فهمتي؟ دازوا ما نكرهوش الخير. نعم. دازوا اصدقاء وتنبان كلهم من هذا المنبر. نعم. ولكن باش نكونوا ضد المؤسسات ونتحدوا هذه، لا، لان اي مباراه فيها رابح وخاسر. حنا تنطلبوا من فضلك، حنا تنطلبوا الحوار بالمنطق وبالقانون، وحنا ما زاولنا هذه المهنه وتكرفسنا فيها وتهادي، ولكن تنطالبوا باش يكون عندنا واحد العيش نظيف، وتكون عندنا واحد كي قلت نعيشوا بامان وباستقرار. هذا هو، بغينا ديك الرخصه باش نمشيو مطمئنين. هذا هو، ما اجا الشرطه ولا كل شيء تيقوم بالعمل ديالو على ما يرام. نعم. اذا في نظرك انت كمنسق ديال المرشدين النظامي، بان المباراه كانت نزيهه؟ شوف اسيدي، شوف اسيدي، المباراه مجموعه من المرشدين غير. نعم اسيدي. قلت لان كانت خروقات، حنا ما كنتش المسؤوليه، كان حنا كنثقوا في المؤسسات. نعم اسيدي، فوالا. ولكن كنوصلوا الصوت ديال المواطن، شنو كتقول انت بخصوص؟ حنا مرشدين غير نظاميين، وكان كان كنا بغينا نمشيو في القانون اللي تنقولوا القانون، النهار فاش دوزت 816 في ازيد في مدينه فاس. نعم. مهما دازوا المباراه تيتسمى مرشدين. نعم. يعني كان ديك الساعات كنديروا تعارض، فهمتي؟ نعم. ماشي حتى دابا للاسف بانت النتائج وعاد ندنا تنهادي. نعم. ديك الساعات قلنا للمناضلين، بعض المناضلين، بان اجي نديروا واحد وقفه تعارض على هذا الشيء، بان 816 في ازيد لا يعقل تكون مرشد غير نظامي في مدينه فاس. نعم. وحنا كانت عندنا احصائيه محسوبه ديال المرشدين غير النظاميين في مدينه فاس من المكتب ديالنا. نعم. وعندنا ديك الشيء مسجل، وتقريبا 70 مرشد اللي كاينه هذه، وجاولوا المده ديال 15 حتى 30 سنه. وهذه شحال اللي داو دابا الان في المباراه اللي دازت؟ شحال اللي داو دابا؟ شي عدد بالضبط ما نعطيكش دابا العدد، ولكن داو واحد الفئه 81. داو 81 بالضبط. نعم. ولكن انا تنهضر لك على المناضل اللي كانوا معنا، داو منهم واحد الفئه. نعم. تنهنيوهم من هذا المنبر هذا. نعم. وتنتمناو عاود يكون خير للمجموعه، ومنهم هذا عبد ربي هذا، ولكن بطرق سلميه. نعم. لا للفوضى، انا مازال تناكدها، وانا تنتبرا من المسائل اللي تكون غير قانونيه وفوضويه. واش كاين شي حاجه اللي هي لمستم بان كاين شي حاجه اللي هي غير قانونيه وفوضويه؟ واش انتم كمنسق ديال المرشدين والمس بعد الناس خرجوا بخرجات لا تليق بالمرشدين غير النظامي. نعم. لان المرشد غير النظامي من اول الزمان مما بديت الممارسه انا ديال القطاع، هو عنده واحد الصوره سيئه. نعم. شي تسمى فوقيد. نعم. بحال زعما لا شيء فوقيد. نعم. ولكن حنا صلحنا بفضل الخمس سنين ديال التاطير من طرف سميتو الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، عطانا واحد التاطير وتاطرنا، والحمد لله ليماج ديالنا بدات تتحسن. ولكن عاود نجيو لدابا ونضربوا كل شيء في الزيرو؟ لا. نعم. باش نعطيو رؤيه عاود بان الفوقيد موساخ وكذا؟ لا، خصنا نكونوا لابقين ونكونوا في المستوى، ولان حنا تنحلموا وتنطمحوا باش نكونوا سفراء للمغرب ان شاء الله غدا. نعم. غدا او بعد غد، ولكن خصنا نبقاو في حال الصوره نظيفه. هذا هو هادي. نعم نعم. وخا سي خالد. نعم. ربما المعاناه اللي كتعانيوها انتم كمرشدين سياحيين غير نظاميين، شنو هما المشاكل اللي كتلقاو؟ المعاناه هي بحال دابا تتخرج من الدار. بعد ساعات تتوقع اعتقالات من طرف الشرطه السياحيه، لان هذاك واجب ديالهم. لان ما يمكنش اي المغرب يكون بلاد الفوضى وهذه، لان كاين مؤسسات تيحميو المواطن وتيحميو كل شيء، وهذا هو. بغينا ديك الرخصه باش تحميك، باش ملي تخرج من الدار وتمشي تشتغل مع شي اجانب ترجع للدار ديالك سالم. نعم. ما تمشيش تبات بحال دابا في الجيور في الاعتقالات. هذا هو، هذه هي الممارسه اللي كانت تتمارس علينا. نعم. الحمد لله، ما الشرطه السياحيه وكذا تيتعاملوا معنا في احسن الظروف بعد ساعه، وتيعطيو مساكن بعد ساعه تيعملوا ديك شنو نقولوا باللغه ديالنا عين ميكا. نعم. وهذا هو، زعما ما كاينش شي حاجه. نعم. اللي هي بغينا ديك الرخصه ديال الطمئنان. نعم. يعني المواطن يطمئن، هذا اللي تيمارس في هذا الدومين يطمئن. لي زافونتاج من غير هكا تعيش، لانك لربما
بعيد على الاعتقالات وكتشتغل بداك القانونيه، شنو الامتيازات اللي فيها هذاك الرخصه اللي كيبحثوا عليها الان مجموعه من المرشدين السياحيين؟ واشو الرخصه اللي دابا تيبحثوا عليها المرشدين غير النظاميين او الناس الغرباء اللي باغيين يستافدوا؟ وهي بحال دابا باش غنقول لك القطاع شي شويه العمق ديالو فيه عده هادي، ما يمكنليش دابا نصرح بهكا لان لو سوكري هذا ديال الميتي. حاول انك تفتح لنا قلبك السي خالد، حنا في بث مباشر بغينا نعرفوا السياحه، نديروا الاسبوع على الجرح في السياحه في المدينه فاس. شنو وقع في السياحه في فاس؟ والسياحه شنقول لك، السياحه سيدي كانت غاديه مزيان. نعم. مزيان كانت غاديه، ولكن دخلوا الناس غرباء على القطاع. وبدا القطاع سي بحال اللي تنقول لك تيتشتت. نعم. ما بقاش القطاع متضامن، ما بقاش هادي، ولا القطاع كل واحد تيقول له تيلاغي بالغاه. هذا هو المشكل. ما القطاع السياحي غادي مزيان، وكاين ناس مسؤولين منهم وزيرة السياحة ومنهم من الناس اللي تيشتغلوا في القطاع، تيشاهدوا ليلا ونهارا باش القطاع يمشي كأعلى درجة وفي أعلى المستويات على الصعيد العالمي. وحنا تنرحبوا بهذا العمل الجبارة وتنرحبوا بهذ الناس، ولكن كان أفضل بحال الناس الدراويش مني أنا، من الأصدقاء ديالنا، من كل شيء، وهادشي على الصعيد الوطني من طنجة للقويرة. هاد الناس اللي تيمارس قديم وكذا وهادي، عطيه ديك الرخصه ديالو باش يعيش في الطمئنان وصافي. هذا هو من القوت اليومي ديالو، تيعرف منين يجيبو. كذب عليك المرشدين، كل واحد هادي، كاين اللي تيخدم على طريق وكاله الاصفر، كاين اللي تيخدم على طريق رياضات تيعيطوا له، كاين اللي تيخدم على طريق الطاكسيات تيعيط له سائق الطاكسي. كاين في حالي انا تنخدم في بابا رصيف 30 سنه وانا هنا في مدخل رصيف، وخلق وتربي هنا في مدخل رصيف 30 سنه في افو، وانا تنمارس هذه المهنه هذه، وتناكل القوت، تنخرج من الدار تناكل القوت ديالي اليومي من هنا. جاو شي كديان مغاربه اجانب هادي، تنمشيو معاهم تنساعدوهم تنخرجوهم، واللي عطاونا تنقول الله يخلف. نعم. هذا هو. ومعمر الحمد لله جات علينا شي ريكلاماسيون ولا شي شكايات ليومنا. نعم. هذا. نعم. وبشهادات الجميع. نعم نعم. واخا سي خالد، لربما رجوعا للموضوع ديالنا ديال يعني لربما الاحتجاج على عدم اعطاء الرخص لكل المرشدين لربما السياحيين غير النظاميين، شفنا الشباب بكاو بالدموع. واش انت كتضامن لربما مع الشباب، وشنو هما الخطوات كمنسق اللي انت بطبيعه الحال قانوني وريتينا قبل قليل الوثائق ديالك، كمنسق ديال المرشدين السياحيين غير النظاميين، شنو الخطوات اللي درتيها انت مع هذه المؤسسات هذه اللي شكاو منها الدراري؟ راه شفنا قبل يعني البارح والبارح احتجاجات وصلوا حتى للولايه ديال الجهه، يعني اونفاس مع الولايه ديال الجهه. شنو درتوا الخطوات اللي درتوها انتم؟ حاولتوا تتواصلوا مع المسؤولين؟ نعم سيدي، احنا ما ساكتينش على هذا الشيء، لان هذا حق تنطالبوا بالانسان يعيش بحال الكرامه وهذه. نعم. في اطار القانون حنا راسلنا عده جهات. نعم. منهم السيده الوزيره، منهم السي والي جهه فاس مكناس سي زنيبر. نعم. جزاه الله خيرا، انت هو رجل طيب ورجل في المكان المناسب. نعم. والسي والي الامن، وراسلنا جميع هذه القطاعات اللي معنيه بالامر، والحمد لله طمأننا وقالوا لنا الشيء غادي يكون شيء خير ان شاء الله، ولكن بطرق سلميه. نعم. وطرق تحاوريه. نعم. ماشي بطرق عنفيه ونديروا لا لا. نعم. انا تنكر هادشي. نعم. حنا غاديين في طرف القانون، وراسلنا جميع الجهات، وعندي مراسلات، وعندي جميع المسائل. نعم. عندي ملف مهيئ من كلشي. واخا شفتي الشباب كيحتجوا امام ولايه الجهه وكيطالبوا بالحقوق ديالهم، اللي كيقولوا بان الحقوق ديالنا تهضمات من خلال عدم منحنا هذاك الرخصه، شنو تقول للشباب الان في رساله للشباب ديالكم؟ نعم سيدي، انا ديما تنهضر بالجمع. نعم نعم. انا اولهم والى اخر مرشد غير نظامي، تنهضر من طنجة للقوان، خصوصا دابا حنا في المدينه ديالنا، تنهضر على مدينه فاس. نعم. انا سنقول للمرشدين ديالنا اللي دازوا هنيئا، مازال تنهنيهم من هذا المنبر، وتنقول للناس اللي تقصوا المباراه فيها اي مباراه فيها خاسر رابح، ولكن حنا حقنا مازال ما خديناش، غنمشيو ناخذوه بطرق سلميه وقانونيه. نعم. صافي. نعم. ني موان ني بلوس. كيتحدثوا لربما كيتحدثوا الشباب وكيقول لك كاينين رخص اللي تعطات للناس اللي ما كيستحقوش، ماشي في الدومين، ما كيستحقوش ان يتعطى لهم رخصه. نعم. واش انت كمنسق معاهم في الطرح ولا كتعارض؟ لا، حنا في 2018 كان واحد التعارض عليه بحال هكا. نعم. ودابا عاود وقع نفس المشكل
فهمتي، وقع نفس المشكل. ولكن للاسف ناقش قلنا للمناضلين بان امتحان من نيشو 816 في ازيد لا علاقه لها بالارشاد، ما خصناش كنا ندوزو قانونيا، ما خصناش نديرو لائحات معارضه اعتراض. للاسف كل شيء تخلى علينا، بقى كل شيء تيمشي يدوز، كل شيء يقول انا صافي انا صافي، يعني ما بقاش ديك الروح ديال النضال. الا واحد الاخوان تشبتوا قال لك اخويا حنا معاكم اي حاجه قلتي لنا حنا معاكم. وللاسف دابا اللي فات مات، دابا خصنا نشوفوا المجرى شنو جاي، ونشوفوا شنو هادي، ونطالبوا حقنا بحقنا السلمي، وهادي هذا هو، ونترجوا من المؤسسات يشوفوا من حالنا، وهذا هو اللي يمكن لي نقول لك. كنظن السي خالد بان لربما 81 رخصه اللي حسب التعبير ديال المرشدين المنظمين كيقولوا بان تعطات 81 رخصه. فاس العاصمه العلميه بهذا المآثر اللي عندها، بهذا السياحه اللي مروجه هي في المدينه القديمه، كنلقاو تبارك الله السياح كيجيو من كل حد من الوسط. واش 81 رخصه كافيه؟ علاش ما نعطيوش 200 رخصه ونخرجوا من باب واسع؟ الناس اللي كيقولوا نعم اسيدي، هو كلامك مضبوط، كلامك مضبوط، ولكن حنا مرشدين غير نظاميين، ياك غنكونوا ان شاء الله غدا وبعد غدا غادي نصبحوا مرشدين نظاميين. يعني حنا واش انا هذه المهنه ديالي غيعرف فيها واخد اخر اجنبي؟ ما غادي يعرفش فيها. انا ما نعرفش بحال الناس اللي مسؤولين على هذا القطاع اش يخدموا، وشنو هي الرؤيه ديالهم، فهمتي؟ اذا كانت الرؤيه ديالهم تيشوفوا لي حد الساعه كاين واحد ان شاء الله واحد الخدمه، وكاين واحد انطلاقه عالميه على المغرب وكذا، وغادي ندير شي تدريجيا، فهمتي؟ هو ما كافيش هذا القدر، ولكن الرؤيه مازال جايه، لان الناس تيشتغلوا، الناس عندنا تبارك الله خبراء، عندنا هادي تيشتغلوا، حنا ما نعرفوش بحالهم، ولكن حنا كان الاولى في اي بحال دابا شي حاجه حلو نكون حنا الاولى. هذا هو، لان حنا تنقولوا لا الدومين. نعم دابا السي خالد، دابا انت كما كنقولوا بالعاميه يعني انت فم المدفع، دابا انت على راس لربما. شنو هما الخطوات اللي غتاخذوها؟ لان كنشوفوا الشباب مازال كيتواصلوا معنا مع القناه، واكيد حنا كقناه الشعب راه غنلبيو الرغبات ديال كل مواطن مغربي يحمل بطاقه تعريف وطنيه باغي يوصل الصوت ديالو، غنوصلوا له الصوت ديالو. شنو هما الخطوات اللي غتاخذوها انتم كتنسيقيه كمنسق ديال قطاع المرشدين السياحيين غير النظاميين بفاس؟ شنو ممكن دير؟ حنا نعم اسيدي، مني بانت النتيجه الاولى ديال داري المرشدين اللي عندهم 30 سنه ما فوق منهم انا، اللي ما بانتش الارقام ديالهم في السيستم، ما عرفناش علاش اليومين هذا. وبالنسبه للمرشدين اللي تقصوا، حنا ما ساكتينش من نهار باش بان هادشي، وحنا تنشتغلوا ليل نهار بالمراسلات بهادي بلي كونتاكت مباشر مع الناس، مع الاخوان ديالنا من طنجه حتى للكويره، وخصوصا تنسقوا ديما مع التنسيقيه الجهويه اللي هي المركز ديالها في مراكش، هو الاتحاد العام الديمقراطي اللي شغالين بالمغرب برئاسه الحاج بوسته والسي الشنقاوي رئيس القطاع، هادو تنتواصلوا معاهم ليل نهارا، ولكن في طريقه سلميه وفي مراسلات قانونيه، وهذا وان شاء الله. شنو رايهم دابا شنو كيظنوا هما الراي ديالهم؟ شافوا خرجات اعلاميه ديال هاد الشباب، شنو الراي ديال هاد المسؤولين الجهويين؟ المسؤولين الجهويين تيقول لك حنا عندنا رخص اللي تتخول لك باش دير وقفه يوم الاثنين والخميس، هذه كنا تنزاولوها هذه مده 3 سنوات، وقال لك دابا حنا تنشتغلوا وغادي تكون شي وقفه سلميه وتطالب بالحقوق، صافي. ني مواني بلوس باش ما تكونش شي مسائل نخرجوا على السيطره ونخرجوا شي ونصدقوا في شي مسائل لا نحمدوا عقباها. هذا هو. اذا السي خالد، على حسب ما فهمتيني من التصريحات ديالكم اللي عطيتيها لقناه شوف تيفي، هو ان انت مع المطالب ديال الشباب، لان ربما تعطيهم الرخصه وتاولهم، انت تحرمتي من الرخصه، غير كتقول على اننا خصنا نشتغلوا بواحد الطريقه منظمة، نديروا الرخص ديالنا باش نديروا وقفات استجاجية، نديروا الرخص ديالنا ونمشيو نديروا وقفات، هادشي اللي بغيتي تقول. اي نعم اسيدي، وحنا وطنيين وتنحبوا الوطن ديالنا من النخخ، وتنقولوا ديما عاش الملك، الله الوطن الملك، الله يخلي الناس فوق راسنا، وحنا مع المسؤولين الشرفاء ومعاهم حتى ينصفونا. نعم الله يجازيكم بخير. واش ما سخيناش لان كنشوفوا الناس متبعين كسي خالد؟ نعم ربما الموضوع اللي اثار جدل واسع على مستوى مدينه فاس. نعم نبقى في الموضوع ديال السياحه كمرشد سياحي غير نظامي. نعم السياحه واش رجعت للور فاس؟ لان في الاعوام شفنا مع كورونا يعني مجموعه من التجار ومن السياح اللي داروا فايت في كورونا على مستوى المدينه القديمه ومجموعه من هذا،
واش حسنا شويه السياحه ولا مازال في نفس ال واش نقول لك بكل صدق الازمه ديال كورونا كانت عالميه. نعم. العالم الاقتصاد العالمي كله تهرس. نعم. فهمتي ومنهم المغرب وكذا، ولكن المغرب مشى في حد المنهج الحمد لله. نعم. ما تأزمش بزاف. نعم. لا القطاع الصناعه التقليديه ولا السياحه الحمد لله، دوزنا. نعم. ديك العامين من بعد خرج ديك الشيء بداو المسؤولين على هذا القطاع هذه بداو تيشتغلوا ليل نهار هكذا، بداو ان شاء الله بقات غاديه الامور امبيكاب. نعم. وجا هاد المنتخب ديالنا الوطني وعطى عاود واحد الشعله عالميه على. نعم. على المغرب الحمد لله، وبدينا تنشوفوا سواح تيسقاطوا على المغرب بكثره. نعم. من جميع انحاء المغرب. نعم. انا دابا والدومين تنشوف تنلمس هادشي. نعم. وبقينا الحمد لله تنتعشوا، جا التالي واحد السيد واحد الشخص كان واخد واحد رخصه. نعم. وعندو رياضات وهادي وفقدا واحد رخصه في 2018. نعم. ودار واحد المساعي ما خصهاش كان دار، فهمتي واحد السائحه تلعبوا عليها وباعوا لها واحد الزربيات ديال طوامي ديغان باعوا لها بشي 70 مليون. وقع وقع هذا مؤخرا. وديك الضجه كانت دارت ضجه عالميه. نعم. على السياحه. نعم. وسيرتو مدينه فاس. نعم. وكنا هضرنا مع واحد الصحافه الكترونيه على هذا الموضوع. نعم. هذا. نعم. وقلنا لهم تنتمناو هادشي ما ياثرش على السياحه. نعم. في مدينه فاس، والحمد لله داكشي راه ما اثرش 100%. نعم. اثر واحد 50 او 60%، ولكن دابا الحمد لله عاود الامور بدات تتحسن. نعم. الامور بقات غاديه دابا تدريجيا تتحسن وهادي. وحنا شو فاس زاد على مدينه فاس، فاس. نعم. 80% عايشه من القطاع السياحي. من القطاع السياحي. يا الساكنه يا التجار يا الصناع التقليديين يا الموشين غير النظاميين او. نعم. النظاميين. نعم. كل شيء كذب عليك 80% عايشه من القطاع السياحي. نعم. يعني الا شي واحد قاصدنا القطاع السياحي فحال اللي قاصدنا العيون ديالنا. نعم. نعم. فهمتي حنا اي واحد عمل شي حاجه خطا صغير تنسنكرو. نعم. في هذا القطاع هذا. نعم. لان عندنا غيره عليه صراحه. شفت السي خالد والحديث معك شيق. نعم السي شوقي. شفت الدراري اللي خدينا معاهم تصريحات يعني في خلال الوقفات اللي داروا، الوقفه الاولى اللي داروا امام. نعم انا عيطوا لي بيني وبينك عيطوا لي. نعم. وقالوا لي اجى السي خالد وكذا. نعم. قلت لكم انا هذه الساعه من انا مشيت في طريق قانوني المراسلات وهذه وهذه ومشيت في هذه الطريق. نعم. باش انا ندير شي عبروا هما من حقهم يعبروا. لا من حق كيعطيهم حريتهم. حريتهم. انا تضامنت معاهم. نقول لك علاش حنا كقناه الشعب طبيعة الحال شفنا شباب. كاين شاب اللي خدينا معاه كيتحدث باللغات الايطاليه. كنا ولاد اللغات. كنا ولاد اللغات. كيعطي واحد الصوره مشرقه على مدينه فاس. ربما هو ذاك خير يعني السفير ديال السياحه في مدينه فاس. كيجيو كيتحطوا بخرقه على بلادهم على المدينه وكيغيروا على المدينه. وشنو قلت لك؟ كنتسائل انا وكنطرح يعني اسئله كنقول علاش لربما المشرفين على هذه المباريات علاش ما يعطيوش العدد اكبر من هذا العدد اللي عطاو له؟ يعني ما نفهموش ان ربما حنا في الظروف ديالهم، وانما علاش ما نوسعوش الدائره ديال هذ المشرفين السياحيين النظاميين وهكا نخرجوا من باب واسع. نعم. ونزيدوا نعطيو يعني الصوره المشرقه للمدينه. نعم اسيدي كلامك على صح، وهذه هي عاود السؤال اللي كنت طرحتيه عليا من قبل. نعم. انا قلت لك الناس اللي تيشتغلوا على هذا القطاع. نعم. عندهم رؤيه. نعم. الرؤيه ديالهم تتخص فيهم هما. نعم. شنو هو العدد اللي يعطيه وشنو اللي ما يعطيهش. نعم. فهمتي. نعم. حنا ما يمكنناش نفرضوا عليهم يعطيو واحد. نعم. القدر. نعم. ديال هذه، ولكن هما شوفوا الرؤيه ديالهم. نعم. وهي السياحه مازال ان شاء الله غاديه تتزدهر. نعم. وحنا مقطع ما فقدناش الامل. نعم. امل في الله وفي جلاله الملك وفي المسؤولين الشرفاء. نعم. ومنهم السي والي الجهات فاس ومنهم السي مدير الامن وجميع اللي تيشتغل على المدينة. نعم. احنا معاهم حتى ينصفونا بطرق. نعم. قانونية. هذا هو انا هادي. انا بالعكس انا راني في الحنطة انا جوج خطرات وانا تلفت جينيفر. نعم. وهكاك وتمشي بطرق قانونية يعني انا تأثرنا على مسائل سينمية والحوار. الحوار احسن حل. نعم. هو الحوار. نعم. شكرا لك. مرحبا بكم. نعم اسيدي. مرحبا بكم وشكرا. غادي نخليو البث مباشر نطلق وغادي نمشي وانا غنغادرك. نعم ان شاء الله. شكرا. واي حاجه ان شاء الله باذن الله غنبقى مواكبين هذا الملف ديال المرشدين. الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير. نعم اسيدي. نعم اسيدي. نعم اسيدي. نعم اسيدي. انا كنت زعما غادي نعيط للدراري وكذا وهذه المناضلين، ولكن قلت من الاحسن لان بلا ما نشن. المهم حنا المرشدين السياحيين سواء نظاميين ولا غير نظاميين. نعم اي مواطن مغربي يتصل بقناه شوف تي في غير. نعم سيدي هذا. الصوت
ديالو. شكرا على الواجب ديالكم والى خطيكم، وحنا غير اولاد مدينه القديمه وعندنا غير عليها وعشنا في هذا القطاع ما لقيناش شي عمل وخداخو من غير هذا الشيء. انا وكنعلقيت عمل وخداخو للاسف نمشي له، ولكن الجهد لا جهد الله، حلينا عينينا في هذا القطاع ومازالين فيه والحمد لله. السمعه ديالنا طيبه في على الصعيد الساكنه، تجار اي واحد قول له فلان، انا قلت لك دخل باب راسي وخرج من باب ابي الجنود. وإلا قالوا فينا الناس خايبين حنا تنتحملوا مسؤوليتنا. وشكرا لكم وتحياتي، السلام عليكم. غنواصلوا الجوله معنا، شكرا جزيلا، بارك الله عليك، الله يحفظك، شكرا. اذا متابعينا كما سمعتوا بطبيعه الحال التصريح ديال منسق ديال المرشدين السياحيين غير نظاميين بمدينه فاس بطبيعه الحال، وتحدث وقال بان نعم انا مع المطالب ديال الشباب، ولكن لربما خصنا نكونوا كنشتغلوا بطريقه مقننه ونديروا مراسلات وندافعوا على حقنا بالقانون. اذا متابعينا الكرام، سمعتوا هذا الملف ديال المرشدين السياحيين غير نظاميين اللي فجراتوا القناه ديال شوف تيفي على مستوى مدينه فاس، واللي سمعتوا التصريحات ديال الشباب كيقول لك تحرمنا يعني بدون موجب حق للاسف حسب التصريحات ديال الشباب. حنا معكم دائما في قلب مدينه فاس، كنعتذروا لان درنا اللايف من الطوموبيل، درجه الحراره واصله 46 درجه في فاس متابعينا الكرام. نعم 46 درجه، حنا في اتجاه الرصيف كما كتشاهدوا، ها انتم شوفوا 46 درجه اللي واصله درجه الحراره في فاس، حتى الهواتف كتحماق للاسف، حتى التليفونات كتبلوكا. قلت المنبر ديال شوف تيفي غيبقى مفتوح في وجه الجميع بطبيعه الحال، الا بغاو الشباب يزيدوا يديروا تصريحات فالف مرحبا. اللي كيتصل بينا كنلبيو الرغبات ديالو الطلبات ديالو، وكنوصلوا الصوت ديال الشعب، لان الصوت ديال المواطن صوت من لا صوت له بطبيعه الحال. نتمنوا من المسؤولين على مستوى مدينه فاس، نتمنوا من السيد الوالي المحترم باش لانه لربما يشوف ينضرب عين الرحمه في هاد الشباب اللي بطبيعه الحال كيستحقوا على ان يكون عندهم رخص. لربما العدد كيبقى محصور في 81 على ما اعتقد، ولكن كنشوف بان لربما الحاضره الادريسيه تستحق يكون فيها عدد. حنا ما غنديروش الدور ديال المسؤولين وما كيعرفوش كيديروا، ولكن كنظن بان لربما لو يعني لبينا الرغبات ديال هاد الشباب فغيكون عندهم واحد يعني كنشوف شفت انا الغيره، لمس الغيره في شفتهم كيفاش كيدافعوا بحرقه على المدينه وعلى بلادهم. شباب كاملين قاريين كعندهم اللغات مؤدبين مخلقين، فما كلاش نحرموهم لربما من هاد الرخصه ديال الارشاد السياحي. كتشوفوا في مدينه فاس بحي الرصيف بطبيعه الحال الجماليه ديال المدينه، بالرغم من درجه الحراره كيقصدوها الزوار من كل حد بين وصوب من كل المدن المغربيه والمدن ديال العالم، فاس تستحق يعني تكون السياحه فيها، يعني لان القوت اليومي ديال ساكنه فاس، قلت المدينة القديمة عايشة بالسياحة، يعني المدينة يعني عندك الباب مفتوح، الطلعة الكبيرة الطلعة الصغيرة الرصيف عين زليتن سيرنا الواد زحون، يعني المدينة القديمة كلها تقريبا عايشة بالسياحة، فما فيها باس لأننا ربما نخليو نعطيو راحة البال لهذا الشباب، لأن كيقول لك حنا عينا عينا. علاش؟ مع الامن، مع الـ مع الـ مع المخزن كما يعني باللغه ديال الشارع، مع المخزن الامن كيدير غير خدمته، ملي كيجي كيعتقلني ولا لان ما عنديش رخصه كنشتغل بلا رخصه من حقهم، ولكن حنا عيينا الشباب. انا ضمنت معاهم والدموع كانوا في عيني، كيقول لك حنا عيينا، حنا رجال الامن كيديروا غير خدمتهم، ولكن حنا بغينا نخدموا هذا القطاع، حنا كبرنا فيه، ناس جايبين تصاور ديالهم هما مازالين صغار، يعني تصور ديالهم هما مازال يعني في عمرهم 4 سنين 5 سنين كبروا بالسياحه. قال لك حنا كبرنا مع السياحه، ملي كنا مازال صغار حنا كنشوفوا والدينا ربما كنشوفوا الموحد ديالنا كيمارسوا السياحه، حنا كبرنا مع السياحه، لقينا راسنا الان بغينا غير رخصه باش نكونوا نظاميين، حنا محرومين منها. فالله يجازيكم بخير، المسؤولين ديال فاس ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء ويلبيوا الرغبات ديال هاد الشباب، ويفتحوا يعني نقاش اخر بخصوص اعطاء الرخص ديال الارشاد السياحي. اذا متابعينا الكرام، كان معكم مراسل قناه موصي بودري من قلب مدينه فاس العاصمه العلميه، نتمنى ان نكون وفقت من خلال تغطيتي لهذا الملف. الملف كيبقى مفتوح ان شاء الله باذن الله في تغطيات اخرى على قناتكم دائما قناه الشعب قناه شوف تيفي. السلام عليكم ورحمه الله.